ناس كمان. انا ما عب... انا لو بتشوف قد ايه ما عبشكي انا يعني بعرف بعرف انا بعرف من اي منطلق عم تحكي، بس اليوم السؤال كيف اليوم الحكومه او السلطه التنفيذيه او حتى مجلس النواب بياخذ خطوات عمليه اليوم للوقوف الى جانب اهل الجنوب لما يشعروا مثل ما حضرتك عم تنقل هذا الشعور انه هن خارج لبنان او كانه منطقه معزوله عن البلد؟ سيدي الكريم، اللي وقتها بيعلن رئيس حكومه انه عاجز، وقت الحكومة كلها هي مستقيلة، بنجي نحن بنسأل سؤال لبعض الوزراء، الوزراء بيقولوا لنا نحن خي هلأ ما بتسألني لأن أنا مستقيل. وقت بتجي بتسأل بتحضر أوقات بعض الوزراء بيقولوا لك أنا وزير معارض، ما عادش عم نفهم بقى كيف هذه الحكومة اللي مشتتة ومبعثرة الآراء هي بدها تكون واقفة ضمن هذا الخطر الداهم على البلد، وخاصة بما يرقى إلى تحديد أدوار جديدة للبلدان في المنطقة. كيف بدك أمام هذا العجز أنه تقدر أنت تعمل هكذا مواجهة؟ ما بتقدر. كيف أنت بدك تعمل؟ أنا نائب بالبرلمان اللبناني، أنا ما بعرف المبعوثين يلي بيجوا على لبنان، في حركة مكوكية لمندوبين ومبعوثين دوليين بيجوا على لبنان، وحركة سفراء وسياسة القناصل واللجنة الخماسية وكل هودي، ما حدا بيجي بيخبر النواب شو عم بيصير. هل هذا منطقي؟ هل هذه هي الديمقراطية؟ هل هذه هي الديمقراطية يلي نحن بتقدر تحمينا؟ أبدا. اليوم متفلتين هذه القوى السياسية التقليدية، متفلتة من كل قيود، هي بحالة انقلاب، عاملين استيلاء على السلطة، في هيمنة على مفاصل الحكم، علقوا أحكام الدستور، قوضوا القضاء، عطلوا القضاء، كل هذه الأمور. شو بدك تعمل أنت وقت بتكون بحالة انقلاب مثل هيدي؟ تعمل شغلة وحدة، بتعيد البوصلة، والبوصلة هي الدستور. نعم. والدستور بيقول لك عندك ركيزتين، الركيزة الأولى سيادة القانون، والركيزة الثانية هي العيش معا. هودي الركيزتين عم يترنحوا اليوم بلبنان، وعم يترنحوا لأن في 128 نايب عم يتلكأوا عن مسؤوليتهم. في 128 نايب هن اللي بيقدروا يخلصوا لبنان، في 128 نائب هن الوحيدين يلي اليوم بيقدروا يحصنوا الجبهة الداخلية، في 128 نائب اليوم لازم يجوا على البرلمان ليقدروا ينتخبوا رئيس للجمهورية، في 128 نائب هن الوحيدين إذا انتخبوا رئيس للجمهورية بيقدروا يحطوا مرحلة تانية يلي هي كلفوا رئيس حكومة، رئيس الحكومة بيألف حكومة، وبنصير نقدر نواجه مشاكل الناس، وجع الناس، معاناة الناس اليومية، وبنقدر ناخذ قرارات تشعيركية بالحفاظ على لبنان. هذا هو الأمر يلي اليوم بدنا نصطح فيه. اليوم بظل هذا يعني اليوم انسداد الأفق داخل مجلس النواب، هل بتأيد يعني كان في بالسابق دعوات إلى رئيس المجلس نبيه بري لحوارات أو حوار معين، هل اليوم بظل هذا الانسداد الأفق والحلقة المفرغة اللي عم ندور فيها بتأيد أن يحصل أي نوع من الحوارات سواء الجانبية أو حوار مشترك بين كل القوى لكسر هذه الحلقة المفرغة؟ لأنه عمليا على الأرض عم نضل نراوح مكاننا. ما أنا بتعرف شغلي أنه أنا بسأل حالي كأني أنا خارج الزمن، عم بيحكوا عن حوارات، عم بيحكوا عن نقاشات. قاطعين عنك الانترنت بالمجلس؟ لا لا، هلا عم بحكيك من دون انترنت. اوكي. خليني اقول لك بس شغله، ما في كهرباء، ما في شيء، يعني المجلس يا ريت في حياه، بس رح نقول شغله. عم بحكي جد، سؤالك قديش هو هيك موجع. بيحكوا انه بدهم نقاشات وحوارات وثنائيات حواريه وما شابه. سيدي الكريم، قلنا سنة وشهر، أنا اللي سنة وشهر داخل البرلمان. نعم. البلد له سنة وثلاث أشهر من دون رئيس للجمهورية، عملوا لجان إجا 118 نايب عليها، وقدروا عملوا لجان اتفقوا 108. عظيم. رجع معنا النائب ملحم خلف، قبل بدي أختم معه، لأن نائب رجعت معنا؟ أكيد. سؤال بس أنا ما بتركه. على طول الخط. طيب اليوم السؤال، رئيس نبيه بري يبدو عم بيعمل يعني نسخة جديدة من الحوارات، هل بتوافقوا على انه يصير في حوارات جانبية مع الكتل النيابية مثل ما حصل بالتمديد لقائد الجيش من اجل كسر هذه الحلقة المفرغة؟ يعني من دون ما الناس تحكي مع بعض، كيف بدنا نكسر هذه الحلقة المفرغة او هذا يعني انسداد الافق اللي حاصل بمجلس النواب؟
بدك هون بس تسمح لي أمرين. تفضل. أول شيء بنعمل حوار على شيء مش متفقين عليه. هل الاستحقاق الرئاسي بده حوار؟ ما الاستحقاق الرئاسي هو مبين واضح بالدستور، وهذا الدستور متفقين عليه، وكلفنا هالقد دم وتهجير ومآسي لليوم كأنه نحن متفلتين من الدستور. بس خلينا نروح لنكون هيك وكأننا نعرض بالإيجابية. تعرف كل هذا الوقت اللي عم نمرق فيه، كل مرة في حدا بيطالع بمبادرة بيطالع بخطوة وجيدة ومشكورة، إنما هي لهوات كأنه ناطرين بعدنا سياسة القناصل، لأنه ناطرين إذا بيقلن السفير الأمريكاني أو السفير الفرنسي أو السفير السعودي أو السفير القطري أو المصري شو لازم يعمل. هيدا إهانة للكرامة الوطنية. بس أنا بدي أقول إذا عم نحكي عن حوارات مش هيك؟ طيب. يا أحبة، أنا إلي سنة ويعني هالثلاث سنة وثلاث أشهر من دون رئيس للجمهورية، عملوا أول جلسة قدروا مددوا لقائد الجيش، صار في حوار ولا ما صار في حوار؟ صار في نقاشات ولا ما في نقاشات؟ أما يمكن قائد الجيش موقع أهم من موقع رئاسة الجمهورية، راحوا على لجان قدروا جمعوا 108 نواب وحضروا كلهم وما كان في أي خلاف بيناتهم، قدروا كيف هيدا قدروا توافقوا عليها؟ ما عملوا لا جلسة حوار ولا جلسة نقاشات وكانوا كلهم متفقين. طيب إلهم بالمجلس النيابي كل يوم بيجوا كل يوم بيحضروا بيحكوا مع بعضهم، وأنا بشوفهم وأشخاص كتير قريبين من بعضهم بالحكي وبالتواصل، ليه ما بيتواصلوا؟ ضروري نعطيها هذه الشكلية. طيب أنا لح روح أبعد وأنا لح أعرض ولح نقول شو كمان الخطوات العملانية لما أكون سلبي. نعم. طيب بما أنه كلنا متفقين مع الرئيس بري أنه في بيفتح جلسة وحيدة بدورات متتالية لا تنتهي إلا بإعلان انتخاب رئيس، هيدا عم بيقول من بعد السبعة أيام، يعني كلنا صرنا متفقين على هذه القراءة الدستورية الصحيحة. جلسة وحيدة بدورة متتالية لا يختم محضرة إلا بانتخاب رئيس للجمهورية. اتفقنا على هيدا الموضوع نحن وياه، منقدر هذه الخطوة وهذا الأمر. طيب هلأ عم نقول منحط العربي قبل الحصان أو الحصان قبل العربي، يعني هل يا ترى منحط الحوار قبل ولا منحط الحوار ضمن الدورة؟ بما أنه اتفقنا على هذا الأمر خلينا نروح ونقول نفتتح الجلسة وداخل المجلس النيابي وتحت قبة البرلمان ما بين دورة وأخرى يمكن أن يكون هذا التشاور، هذا التواصل، هذا الحديث الإيجابي بيقدر يكون يتفاعل لإتمام هذا الانتخاب. أما أن يعني نخلق معوقات شكلية لأمر هالقد كبير، عندنا عملية إنقاذ الوطن، إنقاذ الجمهورية، إنقاذ شعبنا، ما بيستاهل إنه نعمل هيدا الجهد. بس آخر سؤال أتمنى تجاوبني عليه بإيجاز، بس كمان اليوم إذا هيدا ما عم بيتم بالجلسة، أنتم خايفين ما يتكرس عرف يعني تعملوا هذا الحوار قبل؟ إذا من شأنه يوصل أو يفتح هذه الجلسة، لأنه وعد كان قبل الرئيس نبيه بري إنه بعد هذا الحوار سبعة أيام بيروح بيفتح هذا مجلس النواب بجلسات متتالية، فكمان ما فيكم تعملوا عن هذه الخطوة أو متخوفين شو يكرس عرف إنه يصير على طول الحلول؟ مظبوط، لأن كل مرة بيصير لنعمل أي انتخاب بنصير بدنا نروح على حوار يسبق هذا الانتخاب، منكون عم نكسر نحن ديمقراطيتنا. يعني هيدا هو يلي عم نجرب نقوله، نحن مش ضد أي تواصل ما بين القوى السياسية، ولسنا ضد أي حوار أو نقاش أو محادثات حول إتمام هذا الأمر، إنما صار في يعني طلع لحلك يعني هذا الدستور كلفنا سنوات من المآسي. وقت انعمل الدستور هيدا انعمل على فكرة انهاء كل هذه المآسي،
اليوم ما فينا نحن هيك نحطه على الرف ونجي نتخطي ونقول الدستور وجهة نظر. يا أخي الدستور مش وجهة نظر، الدستور يمارس بما يفرضه تفرضه الأحكام. استمرارية الدولة مرتبطة بالدستور، استمرارية الدولة يلي هو مبدأ أساسي دستوري جوهري يتنافى مع التعطيل والفراغ. ما فينا بقى نقبل بهذه المقاربات. عظيم. بعدين هالقد سؤال الأخير، كيف شفت عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت؟ طلع هيدا البلد بيساع الكل، وكل واحد عنده يعني مثل ما بيقولوا عنده محبة لهيدا البلد، خليه يترجمها بالواقع السياسي اللي هو مفتوح للكل. شكرا لك نائب ملحم خلف، كنت معك.